ولا كده؟ يا بالظبط كده. ايوه، بعدين طالما ان احنا هنسجل الشباب، اي زول ينتبه للميكروفون بتاعه، لانه الكلاس اللي انا سجلته في اليوتيوب جبلت نحكي كده، الفيديو كان فيه زي في الاصوات بتاعت المايك دي، فطالما الكلاسات يعني مسجله وهتكون في، يعني طالما هسجل الكلاسات وهاخدها في اليوتيوب وكده، فالناس اي زول يعني ينتبه للمايك بتاعه عشان الصوت. نستخدم التشات جيد، لكن تسجيلاتك سمحة جدا يا أستاذ إيهاب بصراحة. يعني الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا حامد، شكرا لك. محمدين هي ما تسجيلات، هي تسجيلاتنا كلنا، لانه الكلاس ده مشاركة، إيه يعني عارف، الكلاس ده بس الفهم الشكل فيه عالي، الإخراج جميل يعني. الفهم فيه عالي لانه بنشارك مع بعض، يعني انت ذات تكون قاعد تشارك، انتوا بقيتوا فاهمين التوبكس بتشاركوا برضه، فالمشاركات كويسة، لكن أحسن لو زول داير يناقش أو داير يسأل اكتب في الشات، بعد ذاك أنا بقوم بتكلم معاه، وكده القصة بتكون يعني عشان الميكروفونات ما تكون يعني أستاذ شغالة إيهاب، كلها بالسيم أستاذ تايم. إيهاب معلش عندي تفضل مداخلة بعد إذنكم. نحن نثبت تفضل. علشان نستفيد من التسجيلات، نثبت على إنه كلنا يعني نتفق إنه نقفل المايك ونستخدم الشات. نتفق جيد على الحاجة دي يا شباب؟ معاك، جيد، والله أتفق معاك تماما، ماشي. التسجيل نحضر تمام في اليوتيوب تكون حاجة، يعني نحن شفنا في اليوتيوب فيها يعني بعض الأحيان فيها الصوت كذا ما واضح، هي بتوصل المعلومة ما فيها كلام يعني حاجة. والله الله يجزيك عنا خير يا إيهاب إنه وصلتها ذاته، لكن لما نحس نتفق للجاي يكون الموضوع أفضل. أنا شايف ده، دي وجهة نظري أنا. أتفق معك، معك، ما في مشكلة. كلامك صحيح، لكن برضو أنا الأمر مرات المهم بالنسبة لي المشاركة بتفيد، يعني هاي هو بس اللي بيخليه يعني يفتح المايك، لأنه هو بيسأل يعني بيكون عايز إجابة. أنا بكون داير أتأكد إنه المستوى عالي، فمرات فعلا بسأل، إذا سألت يعني ممكن الناس تتكلم، لكن يعني غير كده أفتكر أفضل على المايك تكون يعني. فنحن نبدأ، و بإذن الله خلاص الليلة بياخد طابع كويس، يعني بدون تخطيط كثير، القصة إن شاء الله تكون تمام بإذن الله. فنبدأ يا شباب. طيب كنا بنتكلم عن الهاف دوبلكس، فأستي مثلا في مايك، أستي سمحت مايك كان فاتح، فالناس تنتبه للمايك يا شباب. فاتكلمنا عن الهاف دوبلكس، زي ما قلنا لو في نقاش ولا لو يعني بنناقش في موضوع اتس اوكي، لكن بخلاف ذلك تكون المايك يعني يجب ينتبه للمايك بتاعه. فالهاف دوبلكس يا شباب قلنا 4 خطوات لو مذكرينها، ممكن الناس تقولها. الخطوة الأولى listen، اللي بعدها شنو؟ send بالضبط، اللي بعدها down jam، والخطوة الرابعة wait بالضبط. وقلنا عن networks القديمة ال 10 base 2 وال 10 base 5، ال 10 base 2 وال 10 base 5 بيكون في كيبل اسمه الكوأكسيال كيبل، بيكون في بي سي 1 بي سي 2 let's say بي سي 3 بي سي 4. بي سي 1 لو عنده مثلا let's say 1010 داير يرسي ده، قلنا بيحول اللي شنو قبل ما يرسي في الكيبل يا شباب، ال 1010 بتحول لشنو؟ بتحول لتيار كهربائي 3 فولت ال 1 مثلا وماينس 3 فولت ال 0 بالضبط، بيترسل. أو قبل ما واني رشت الخطوة الأولى شنو يا شباب؟ بعمل لسني الكيبل أفيلابل بي سي 1 حيقوم الخطوة الثانية حتكون شنو؟ سن بالضبط. فبي سي 2 دايري رشت الخطوة الأولى لبي سي 2 حتكون شنو؟ لسن نفس 4 خطوات، لأن البي سي كلهم بيلتزموا بالـ4 خطوات دي، فبي سي 2 واللسن. فبي سي 2 لأنه الإرسال بتاع 1 لسه ما وصل، قريب من 2 بعيد من 2 الارسال بتاع 1، فبي سي 2 هيفتكر ان النتورك افيلبل، فالخطوه الثانيه بالنسبه لبي سي 2 حتكون شنو؟ سين ان بي سي 2 برضه هيرسل. فكده بقى عندنا 2 بي سيز مرسلين في نفس الوقت، ده هنا كوليجن،
كولجن. طالما البي سي حصل فيها، طالما بي سي 1 بي سي 2 حصل بينهم كولجن، بي سي 1 بي سي 2 حيرسل شنو؟ إشارة بتاع الجام، حيرسل جام سيجنال. التو بيسز اللي حصل بينهم تصادم اللي هم 1 2 حيرسل جام سيجنال عشان اختروا باقي البي سي في النتورك اللي هم بي سي 3 بي سي 4 انه حصل كولجن. بعد ذاك الخطوة الرابعة شنو يا شباب بالنسبة للبي سي 1 وبي سي 2؟ ويت ويت بالضبط. فقلنا الأربع خطوات دي يا شباب قلنا بتقلل الاحتمال بتاع التصادم، مش كده؟ لأن احنا بنقول أي بي سي قبل ما يرسل لازم البي سي يسمع الكيبل ويتأكد إنه ما في ذو المرسل، فمعنى الأربع خطوات دي الغرض منها إنه تقلل التصادم، مش كده؟ أيوه. معناه نحن دائرين في الهاف دوبلكس نتورك، دائرين في أي لحظة يكون في كم جهاز مرسل؟ 2 1 1 1 only 1. الهدف إنه في أي لحظة يكون في 1 بي سي مرسل، لأنه لو رسل ل 2 ده هو اللي بنسميه شنو؟ كولجن، مش كده؟ بالضبط. لو رسل ل 2 ديفايسز في نفس الوقت ده كولجن، فنحن دارين في أي لحظة يكون في كم جهاز مرسل؟ واحد. وده الهاف دوبلكس. الهاف دوبلكس احنا دارين في أي لحظة في نتورك ثاني بتشتغل فول دوبلكس. هنتكلم عن الفول دوبلكس. فول دوبلكس معناه ممكن جهازين يرسلوا إرسال في اتجاهين، ولكن في الهاف دوبلكس لازم في أي لحظة قلنا يكون جهاز واحد مرسل. فعشان في أي لحظة جهاز واحد يرسل بنلتزم بالأربع خطوات دي: listen, send, jam, wait. وتكلمنا عن الهب، قلنا في هب في بي سي 1 بي سي 2 بي سي 3. قلنا اذا بي سي 1 رسل مسج قلنا الهب بيرسله وين يا شباب؟ 2 3. جميل كده. 2 3 معناه الهب حيرسله هنا ب 2 وحيرسله ب 3. ف في نفس اللحظة إذا بي سي 2 رسل مسج الهب حيرسله لين. في نفس اللحظة إذا بي سي 2 1 و 3 الهب حيرسله ب 1 وحيرسله ل 3. معنا هنا في كم بي سي مرسلين في نفس الوقت يا شباب؟ 2 2. 2 بي سي معناه ده كوليجن، مش كده؟ أيوه نعم. معناه النتورك دي ممكن نطبق نفس الأربع خطوات بتاعت الهاف دوبلكس عشان النتورك ما يكون فيها كوليجنز أو عشان نقلل الكوليجنز. يعني أربع خطوات بتقلل الكوليجنز. فـ PC1 لو داير يرسل step 1 شنو يا شباب؟ رسم let's say PC1 عنده مسج 1010 داير يرسله، الخطوة الأولى شنو؟ رسم والرسم الـnetwork available حيقوم الـ PC حيرسله بشكل تيارات كهربائية plus 5 volt وحيرجع الـ 5 volt back. فالـ 5 volt لما تجي للهب الهب حيرسله هنا وكذلك الهب حيرسله هنا. فالبي سي 2 لو برضه عنده مسج داير يرسله، الخطوه الاولى البي سي 2 حتكون شنو يا شباب؟ لسن ارس. الخطوه الاولى لسن. فالبي سي 2 از لسننج لكن المسج الجايه على 5 فولت لسه بعيده من بي سي 2، فبي سي 2 حيفتكر ان النتورك افيلابل. فالخطوه الثانيه بالنسبه للبي سي 2 شنو؟ سند. بي سي 2 بيرسل. فليتس سي بي سي 2 رسل 3 فولت، 3 فولت برضو حيرجع باك لنفسه، 3 فولت حتجي للحب، الحب حيرسله هنا، حيرسله هنا. فهنا PC1 هنا بيجي في كم PC مرسلين يا شباب في نفس اللحظة؟
2P2P ده معناه هي الكولاجين مش كده؟ والكولاجين حصل بين اتو بي في بي سي كم 2 1 2 1. فتو 1 كيف حيعرفوا؟ 2 1 كيف حيعرفوا ان حصل الكولاجين؟ 1 مركب كم فولت؟ 5 ومستلم كم فولت؟ 8 معناه مرسل 5 ومستلم 8 معناه اذا في جهاز ثاني مرسل لانه مستلم اكثر من الشيء هو رسله مش كده؟ نعم. و بي سي 2 مرسل كم فولت؟ 3 ومستلم كم؟ 8 فبرضه بي سي 2 مرسل 3 مستلم 8 معناه مستلم اكثر من الشيء مرسله معناه برضه بي سي 2 حيعرف انه في ديفايس ثاني مرسل. وهنا معناه 1 و 2 الاثنين عرفوا انه شنو؟ في كوليجن مش كده؟ ايوه هو انتوا عرفوا ان في كوليجن كيف؟ لانه التيار الكهربائي الريسيف اكثر من المرسل. ففي تي 1 في تي 2 بيعرفوا ان في كوليجن فالخطوه الثالثه في تي 1 في تي 2 حيرسل شنو؟ جام. يعني وبعد في تي 1 في تي 2 رسل الجام الخطوه الرابعه شنو يا شباب؟ ويت. ففي تي 1 في تي 2 حيرسل الجام عشان نختبر كل الاجهزه في النتورك في الحاله دي بي سي 3 انه في كوليجن. فالخطوه الرابعه حتكون شنو؟ ويت. ويت اللي حينتظروا منها تو بي سي اللي ينتظروا 1 و 2 البي سي اللي حصل بينهم الكوليجن مش كده؟ اها. وبينتظروا 51.2 مايكرو سكند في ان ان ده عدد الكوليجن. يعني مثلا بي سي 1 ده لو اول كوليجن بالنسبه له حينتظر 51.2 في 1 اللي هي 51.2 مايكرو سكند. بي سي 2 لو ده الكوليجن الثالث بالنسبه له 51.2 او الثاني بالنسبه له 51.2 او العادي بالنسبه له مثلا بالضبط تلقى 510.2 مايكرو سكند. فالجسم يعني فبي سي 2 بينتظر فتره زمنيه معينه وبي سي 1 بينتظر فتره زمنيه مختلفه حسب ده الكوليجن الكم بالنسبه له. بي سي 1 الكوليجن الاول 51.2 مايكرو سكند في 1 لان ده الكوليجن الاول. كلنا شباب 100% لحد هنا؟ يس يس. طيب وبالنسبه للناس كلها واضح انه نحن اتجاوزنا ال 10 بيس 2 وال 10 بيس 5 يعني نتكلم عن النتورك الجديده. يعني نفس النتورك اللي قدامنا دي كل البي سي موصله معها بالايثرنت كيبل الاصلي. يعني احنا ما بنتكلم عن ال 10 بيس 2 وال 10 بيس 5 ال 10 بيس 2 وال 10 بيس 5 تكنولوجي قديمه اتكلمنا عنها عشان سيمبلي نوضح الفكره بتاعت الهاف دوبلكس والاربعه خطوات لانه دي شغاله حتى في النتوركس الجديده. يعني ففي النتورك اللي قدامنا هنا بنتكلم عن 10 بيس 2 10 بيس 5 بنتكلم عن ايثرنت كيبل يعني اسمه ايثرنت كيبل او الكات 5 كيبل او الانشيلد تويستد بير كيبل يو تي بي او كوبر كيبل. دي كلها مسميات لنفس الكيبل اللي هو الكيبل او ار جي 45 بيسموه برضه الار جي 45 كيبل. اسمه الـ RJ45 ليه؟ لأنه عنده كونكتر الكونكتر اسمه الـ RJ45 كونكتر. فكلنا شباب هنا فاهمين هنشوف الصورة لكن كلنا شباب هنا فاهمين الكلام اللي قلنا ده كلنا 100% لحد هنا دار ناس في الشات كلها تكتب إذا الفهم 100%. ممتاز excellent ممتاز excellent يا شباب ممتاز جدا. فالكيبلز دي قلنا ده الكات 5 ده الكيبل الاصفر اللي توصل مع اللابتوب. فهنشوف في الصوره هذا شباب الكيبل ده هنا واضح الكيبل الأصفر ده ها
كلنا شباب شايفين الرسمه المشكله ممتاز. ايوه واضح. اسمه الكات 5 ده اسمه الكات 5 كيبل بالضبط. والجزء هنا الجزء القدامي ده الطبخ ده الجزء زي بلاستيك كده ده اسمه ال RJ45 connector. يعني ناسي في الرسمه كنا بنتكلم عنها قبل شويه كان عندنا PC موصلة مع 23 بس كان عندنا رسمة كنا بنناقش فيها فيها PC موصلة معها موصلة مع 23 معناها الكيبل ده هيكون عندنا في الكيبل ثلاثة بعد الأجهزة يعني السؤال نحن النتورك كنا بنتكلم عنها كان فيها ثلاثة PC موصلين معها في شكل ستار في شكل نجمة ثلاثة كيبل موصلين معها معناها دايرين كم كيبل ثلاثة كيبل ثري كيبل بالضبط الطرف ده من الكيبل بتوصل في البي سي والطرف الثاني حيتوصل وين؟ مع الحاد في الهب في الهب مع الحاد بالضبط فالأطراف دي تحت الكيبل دي الأطراف دي اسمها RJ45 أما الكيبل ذات الكيبل الأصفر ده قلنا عنده كم اسم إيثرنت كيبل كات 5 كيبل أنشيلدي توستي بير كيبل كوبر كيبل دي كلها مسميات بنفس الكيبل الكيبل او الايثرنت كيبل او الار جي 45 كيبل او الكوبر كيبل او قلنا الانشيلتي بير كيبل شو نوعين شو ستريت وكروس اوفر فالفرق بينهم شنو يعني الكيبل ده نحن مثلا عندنا هنا الار جي 45 كونكتر الار جي 45 كونكتر وده هنا الكيبل لكن بداخل الكيبل ده في اسلاك 8 اسلاك 1 2 3 4 5 6 7 8 let's say فنفس الكيبل الأصفر ده بداخله في 8 أسلاك من 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 فالنوع الأول اسمه الستريت كيبل أو ممكن أقول الستريت ثرو كيبل الستريت ده 1 موصل مع 1 و 2 موصل مع 2 نحن نتكلم عن نحن نتكلم عن تقول ثاني في جول نحن سامعين زي تلفزيون كده يا شباب ف 1 الصوت ده يا شباب جاي من هنا سلسل ترك قول ثاني طيب فالكيبل الكات 5 كيبل او الايثرنت كيبل نوعين في ستريت وفي كروس اوفر فقلنا الكيبل بداخل الكيبل انت في النهايه لما تكون بتعاين للكيبل بتشوف الكيبل قلنا الكيبل لونه شنو يا شباب في اغلب الاحيان اصفر الكيبل اصفر فانت بتكون شايف الغلاف بتاع الكيبل اللي هو اصفر لكن الكيبل ذاته بداخله في اسلاك الكيبل ده بداخله في اسلاك قلنا بداخله في كم سلك يا شباب 8 كمان 1 يكون ماشي ل 1 2 ماشي ل 2 3 ماشي ل 3 4 ماشي ل 4 انسون لحد 8 ماشي ل 8 ده اسمه ستريت ثرو في النوع الثاني اسمه الكروس اوفر الكروس اوفر ده عندنا مثلا 1 2 3 4 5 6 7 8 عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 الكروس اوفر 1 و 2 بيمشي ل 3 و 6 يعني 1 هنا يمشي ل 2 او 1 يمشي ل 3 1 ل 3 يس 1 2 يمشي ل 3 و 6 ف 1 هنا يمشي ل 3 و 2
بمشي للسيكس. وان هنا بمشي للثري. بمشي للثري. وتو بمشي للسيكس. بمشي للسيكس. فدي أربعة أسلاك. الأسلاك الباقية ما مهمة. فدي اسمه شنو يا شباب؟ ولا النوع الثاني؟ كروسوفر. كروسوفر. نفس الفكرة في الغلاف اللي هنا بالأصفر. وهنا في الأطراف في شنو يا شباب قلنا؟ البلاستيك. RJ45. بالضبط. فلو تكلمنا شباب عن الشكل الخارجي سواء ستريت أو كروسوفر، هل بنتوقع الشكل الخارجي واحد؟ yes. yes كلها أذكر. بالضبط. يعني الإيثرنت كيبل أو الكات 5 كيبل أو الأنشيلد تويستيد بير كيبل أو الكوبر كيبل، دي كلها مسميات لنفس الكيبل اللي بنتكلم عنه اللي هو الكيبل الأصفر اللي بتوصل مع اللابتوب. الكيبل ده نوعين، ستريت وكروسوفر. فالكيبل بداخله في 8 أسلاك، في 8 وايرز. الثمانية واير دي لو 1 ماشي ل 1 2 ماشي ل 2 3 ماشي ل 3 4 ماشي ل 4 and so on لحد 8 ماشي ل 8 دي بنسميه ستريت كيبل. الكروس اوفر 1 و 2 بيمشي ل 3 و 6 1 و 2 في الطرف الثاني بيمشي ل 3 و 6 يعني 1 و 2 هنا بيمشي ل 3 و 6 هنا و 1 و 2 هنا بيمشي ل 3 و 6 هنا. ده اسمه شنو يا شباب قلنا؟ كروس اوفر. كروس اوفر الكروس اوفر. بالضبط بالضبط. القصه دي بتتضح اكثر بالرسمه دي. لو لاحظت هنا يا شباب الكات 5 كيبل ده هو ده كات 6 كات 6A اللي هو نفس الفكره. كات 6 ده زي الكات 5 بس السرعه اعلى وكده. ما مقرر علينا الكات 6، احنا بنتكلم عن الكات 5 لكن الفكره نفسها سرعته اعلى يعني. لكن نفس الفكره. فاسلوا عيني هنا شباب للكاتيك ده هو كيبل، لكن لو لاحظتوا هنا في داخله في شنو؟ سلاك. في أربعة سلاك، لكن كل سلك هما اسمهم تويستيد بير، بيكونوا ملفوفين، كل اثنين بيكونوا ملفوفين مع بعض. فهنا دي الأربعة، لكن يعني كل مجموعة فيها اثنين، معناها في كم سلك إذن؟ ثمانية. اسلوا لاحظتوا هنا بين الرسمة يعني لا. كل اثنين مع بعض، في اثنين ملفوفين هنا مع بعض، عشان كده بيقولون التويستيد بير، لانه يكون كل اثنين يعني زي ملفوفين مع بعض كده. فهنا هذه دي الثمانيه كيبلز. فاذا الايثرنت كيبل بداخله في ثمانيه اسلاك. ترتيب الاسلاك دي 1 ماشي ل 1 2 ماشي ل 2 3 ماشي ل 3 لحد 8 ماشي ل 8 ده ستريت. لو 1 2 ماشي ل 3 و 6 ده بقول لك اسمه هنا سوا Crossover. بالضبط. طيب فعندنا PC وراوتر لمجموعة وسويتش وحب لمجموعة تانية. فال PC والراوتر they send في 1 2 they receive في 3 و 6 yes. السويتش والحب عكس they send في 3 6 و they receive في 8 شباب 1 2 بالضبط. فإذا عندنا PC هنا وصلناه let's say مع راوتر أو الراوتر عندنا PC وصلنا PC مع راوتر ووصلنا straight cable. فالبي سي حيرسل في كم حسب هنا 1 2 المجموع اللي له فيه البي سي بيرسل في 1 و2 بالضبط. فلو مستخدمين ستريت كيبل الارسال في 1 و2 ده ذاته حيصل الطرف الثاني في الوايرز 1 و2 1 2
هيصل في 1 و2 لانه ستريت. فهل الراوتر ديزايند انه يستقبل في 1 و2؟ لا لا الراوتر, الراوتر هنا ديزايند يستقبل في 3 و 6 معناه الراوتر المسج دي ما حيقرا مش كده؟ ما حيقرا معناه اذا الستريت ما بينفع بين البي سي والراوتر, بين بي سي وراوتر مفروض ما يشغل شنو؟ كروس اوفر. كروس اوفر ليه؟ لانه لو البي سي لما يرسل في 1 و2 البي سي اصلا مفروض يرسل في 1 و2, البي سي لما يرسل في 1 و2 لانه ده كروس اوفر ال 1 و2 حتجي هنا في الراوتر حتبقى كم وكم؟ 3 و6 حتبقى 3 و6. وهل الراوتر ديزاين انه يستقبل في 3 6؟ يس yes. بالضبط. ونفس الفكرة البي تي هنا اللي داير يرسل حيرسل في كم؟ دائما نعاين قلنا المجموعة الأولى فيها بي تي وراوتر 3 1 2 1 2 حيرسل في 1 2 لأنه الكابل كروس اوفر ال 1 2 حتوصل هنا في كم؟ 3 و 6. والبي تي أصلا ديزاين إنه يستقبل في كم؟ 3 و 6. البي سي ديزاين مستقبل في 3 6. معناه اذا الكروس اوفر معناه اذا بين البي سي والراوتر كروس اوفر. لحد هنا واضح يا شباب؟ واضح. طيب اكزامبل ثاني, بي سي مع سويتش. سويتش بي سي مع سويتش بي سي مع سويتش نفس الفكرة. البي سي داير يرسل بيرسل في عندنا هنا عارفين البي سي والراوتر بيرسل في 1 2 بيستقبلوا في 3 6. السويتش والهاب بيرسلوا في 3 6 بيستقبلوا في 1 2. فالبي سي داير يرسل حيرسل في كم يا شباب؟ 1 2. اذا استخدمنا ستريت نفس المسج اللي ارسلت في 1 2 وحتوصل السويتش في كم؟ 1 و 2 is straight. بالضبط. هل السويتش ديزايند انه يستلم في 1 2؟ yes. yes yes السويتش ديزايند انه يستلم في 1 2. معناها الستريت بيشتغل بين البي سي والسويتش؟ yes yes. لأنه نفس الفكرة استاذ ايهاب معلش لحظة, الدرس الماضي هذا كان الهب هو البي سي مع بعض مش السويتش والهب. سوري كان الراوتر والسويتش. لحظة الفكرة في الجروبز في البداية لو مش عارف الجماعة اللي معي يتفكروا ولا لا, كان البي سي. أيوة أنا حتى كتبت الكلام ده في الشات صح. كان البي سي والهب one group بيستقبلوا على يبعث والراوتر والسويتش مع بعض. yes can they send in 1 2. لا ما افتكر. لا البي سي والراوتر هم نفس الجروب, السويتش والهب جروب مختلف. اوكي جرافيكس تمام. انا احنا المره الماضيه كنا عكسنا هذا مره. اي البي سي والراوتر نفس الجروب والسويتش والهب مجموعة, بي سي راوتر مجموعة, سويتش هاب مجموعة. أوكي تمام. وهنا البي سي معنى إذا البي سي والسويتش يا شباب حنوصلهم بشنو؟ ستريت. ستريت معنى إذا لو دار توصل ديفايسي لازم تكون عارف البي سي والراوتر مجموعة ويرسلوا في كم بيستقبلوا في كم, بيرسلوا في 1 2 بيستقبلوا في 3 6, والسويتش والهاب مجموعة برسلوا في 3 6 بيستقبلوا في 1 2. كده بتقدر تحدد نوع الكيبل. فنفس الفكرة هنا معناه قلنا البي سي برسل في 1 2 ولانه ده ستريت السويتش حيستلم في 1 2, والسويتش اصلا ديزاين انه يستقبل في 1 2. بنفس الفهم السويتش لو داير يرسل حيرسل في كم؟ 1 2. أو 3 و 6. السويتش برسل في 3 6 ولانه الكيبل ستريت المسج حتوصل للطرف الثاني في كم؟ 3 و 6. وهل البي سي ديزايند انه يستقبل في 3 6؟ يس بالضبط. معناه اذا الستريت بيشتغل بين البي سي والسويتش مش كده؟ يس تمام. نوصل البي سي مع
بي سي وحام. الاكزامبل ده يشتغلوا زول من الناس الجداد يا شباب، فالناس اللي بدوا الاسبوع الفات انا متاكد ان انت فاهمين الكلام 100% من الاسبوع الفات بتجيتوا فاهمينه 100% برضو او بتجيتوا فاهمينه احسن يعني. ف لكن بالنسبه للناس الجداد اللي بدوا معانا امبارح ولا اول امبارح، ففهمنا منهم جاهز نشتغل الاكزامبل بتاع البي سي والهب. أنا صديق معك مساء جدا. طيب يا صديق عندنا بي سي وهب. البي سي لو داير رسل حرسل في كم؟ دي هنا البي سي والراوتر. يا وان تو وان تو. البي سي لو داير رسل حرسل في كم يا صديق؟ وان تو وان تو. تمام وان تو بالضبط. إذا استخدمنا straight الـ 1 و 2 ذاتها حتصل الهب في كم؟ المسج في 1 أرسلت في 1 و 2 حتصل الهب في كم؟ تصل في 1 الهب حيستخبر في 3 and 6 1 and 2 حتصل 1 و 2 لا هم مستخدمين straight. نحن ما تكلمنا عن استقبال الهب، نحن نتكلم عن المسج. إذا الكيبل straight طالما الـ PC رسل في 1 و 2 المسج حتصل الطرف الثاني في الهب في كم قلنا؟ 1 و 2 1 2 لأنه الكيبل straight. فلما انتصل في 1 2 هل الهب ديزاين اللي يستقبل في 1 2 هذا الهب هنا؟ هل الهب يستقبل في 1 2؟ yes. ده الهب هنا وده الاستقبال هنا. الهب يستقبل في 1 2 مش كده؟ نعم. معناه إذا بين الـ PC وبين الهب الكيبل ممكن يكون شنو؟ Crossover. straight. عشان نكمل الرسمة، الهب لو داير يرسل حيرسل في كم؟ عندنا هنا الهب وده الإرسال. الهب حيرسل في كم؟ 3-6. ولأنه الكابل straight نفس المثل اللي أرسلت في 3-6 حتوصل الـ PC في كم؟ 3-6. حتوصل في 3-6. وهل الـ PC designed إنه يستقبل 3-6؟ نعم بالضبط. معناه إذا بين الـ PC والـ Hub الـ Cable نوع إيش ناشبه؟ Straight. بالضبط. فتكلمنا عن PC لـRouter، PC لـRouter، PC لـSwitch، PC لـHub. الـ Example الرابع ممكن يكون شنو لشنو؟ PC لـRouter مع سويتش. أه. PC مع سويتش. أو نحن قلنا PC راوتر دير في نفس المجموعة، بعد PC سويتش مجموعات مختلفة. أنا PC هنا سويتش هنا، PC هاب مجموعات مختلفة. أنا PC هنا الهاب هنا. ممكن بعدين نقول سويتش هاب. أوكي. سويتش هاب لأن دير في نفس المجموعة. Crossover. احنا في الكلاس الفاتح تكلمنا عن طريقة اسهل بدون ما نحدد 1 و 2 و 3 و 6 كنا لو نفس المجموعة كروس اوفر في ماسة في جلدة، لكن الجسد اللي حنوضحها بعد كم دقيقة. فعندنا سويتش موصل مع حب. بالضبط. فالسويتش لو داير يرسل حيرسل في كم يا شباب؟ 3-6. لأنه ده هنا السويتش والسويتش بيرسل في 3-6. السويتش داير يرسل بيرسل 3-6. إذا اشتغلنا بكروس اوفر ستريت المسج حتوصل في كم؟ أنا بتكلم عن ستريت هنا. 3-6 حتوصل في كم؟ 3-6. هل الهب ديزاين انه يستقبل في 3-6؟ لا no. الهب ديزاين انه يستقبل في 1-2 معناه اذا الستريت ما بيشتغل بين السويتش والهب. حنقوم نشتغل كروس اوفر. الكروس اوفر 3-6 هناك هيحولها لكم؟ 1-2 1-2 1-2
هل الهاب ديزاين انه يستقبل في 1 2 يس يس يا والهاب لو داير يرسل حيرسل في كم 3 6 الهاب والتيمب في 3 6 ولانه الكيبل كروس اوفر هتيجي هنا تبقى 1 2 هل السويتش ديزاين انه يستقبل في 1 2 ده السويتش هنا يس وده الريسيفنج هنا 1 2 فالسويتش بيستقبل في 1 2 مع ان اذا السويتش مع هاب الكيبل نوعه شنو حيكون كروس اوفر كروس اوفر كروس اوفر معناها يا شباب اذا عرفنا انه البي سي والراوتر مجموعه بيرسلوا في 1 2 بيستقبلوا في 3 6 السويتش والهاب مجموعه مختلفه بيرسلوا في 3 6 بيستقبلوا في 1 2 بتقدر تختار الكيبل الصحيح سواء ستريت او كروس اوفر لكن في طريقه اسهل اذا عندك اجهزه تقدر توصل اجهزه في نفس المجموعه نفس المجموعه معناها بي سي وشنو يا شباب بي سي مع راوتر بي سي راوتر وسويتش مع بي سي راوتر لو قدرت توصل يس لو قدرت توصل اجهزه في نفس المجموعه يعني بي سي مع راوتر او سويتش وهب بتستخدم كروس اوفر يعني بدل ما تحسبه 1 2 3 6 الطريقه دي اسهل Yes. ولو داير توصل ديفايسز في different groups مجموعات مختلفة بتستخدم straight right. مجموعات مختلفة معناها PC مع شنو يا شباب مثال لمجموعات مختلفة PC مع switch مع hub مع switch بالضبط PC مع switch أو مع hub بالضبط فمعناها إذن المجموعة الأولى PC router بيرسلوا في 1 2 بيستقبلوا في 3 6 المجموعة الثانية switch و hub بيرسلوا في 3 6 بيستقبلوا في 1 2 الطريقة الأسهل إنه تعرف إنه البي سي والراوتر مجموعة السويتش والهاب مجموعة فإنت دار توصل أجهزة في نفس المجموعة كروس أوفر دار توصل أجهزة في مجموعات مختلفة قلنا حتكون شنو يا شباب؟ ستريت زي بالضبط يا أستاذ معليش بس سؤال تفضل في الامتحان بعدين الليزر بتكون عبارة يعني كده زي السبورة دي كده ولا بتكون اجهز عليه سويتش وراوتر هتقول السؤال ثاني ما فهمت يعني بعدين الليزر بتكون زي السبورة كده يعني مرسومة رسم بي سي ولا بتكون عبارة عن اجهزة يعني زي راوتر سويتش الأسئلة في الامتحان سهلة يعني أغلبيتها بيكون سؤال وبيدوك إجابات A B C D فتختار الإجابة الصحيحة يعني الامتحان الأسئلة وبعد ذاك في بدوك أربعة ثلاثة أربعة خيارات يعني مثلا يقول لك مثلا في هاب جاتو مسج هيرسلها لبي سي معين ولا هيرسل لكل البي سي ولا هيرسل لكل البي سي ما عدا البي سي المرسل مثلا يدوك ثلاثة خيارات فالإجابة الصحيحة شنو يا شباب ما عدا الجهاز المرسل أنا قصدي يعني البي سي بتجي عبارة عن آيكون يعني بيجي عبارة عن ايقونة يعني رسمة يعني بي سي وسويتش وراوتر هو إذا جيت تستدعى رسمة ممكن يكون في رسمة بالضبط ومرات في أسئلة بتكون بدون رسمة زي السؤال الثالث كله قبل شوية مثلا الهب جات المسج هل بيرسل لكي سي معين أو بيرسل لكل البي سي أو بيرسل لكل البيسيز ما عدا البيسي المرسل ثلاثة خيارات فأنت هتختار الإجابة الصحيحة كل البيسيز ما عدا البيسي المرسل يعني في أسئلة بيدوك السؤال وبيدوك الإجابات A B C تختار ممكن السؤال لو بتطلب رسمة ممكن يكون في رسمة ولكن عموما إذا سؤال A B C أو سؤال شو رسمة هتقدر تجاوب لأن زي ما قلت لكم الكلاس أصلا ديزاين ما ديزاين إن أنت تنجح ديزاين اللي انت تجيب 100% في الامتحان وكثير من الناس اللي قبلكم بيجيبوا يعني اقل يعني الناس بيجيبوا من 95 لفوق في ناس بيجيبوا 100% وفي ناس بيجيبوا من 95 لفوق فالدرجات بتكون عاليه جدا فلما يجي وقت الامتحان باذن الله ده كلام ممتاز جدا جدا ربنا يطمنك الله يبارك فيكم يا شباب طيب فنحن قلنا البي سي والراوتر مجموعه والهاب مجموعة
وقلنا اذا ديفايس في نفس المجموعه بتتوصل شنو ستريت ولا كروس اوفر؟ كروس اوفر. كروس اوفر. والديفايس في مجموعات مختلفه بتتوصل ستريت مش كده؟ بالضبط. فلسه عندنا بيلدينج هنا في الشركه هنا في بيلدينج مثلا الطابق الثاني تو امبلويز مثلا تو تو بي سي أو 3 PCs. الطابق الأول في switch 2 هنا في ضربه employees. نفس الشركة عندها building ثاني. نفس الشركة عندها building ثاني قريب في نفس الأريا أو في نفس الميدان. ف هنا في switch 3 وهنا برضه في employees ونكتب مع switch 3 وفي switch 4 وفي employees connected مع switch 4. فالتوصيلات هنا يا شباب بين ال PC وال switch هتكون شنو straight ولا crossover؟ straight بالضبط لأن البي سي مجموعة والسويتش مجموعة ثانية آخر فده ستريت بالضبط. وبين البي سي هنا والسويتش هتكون شنو؟ ستريت ستريت. وبين البي سي هنا والسويتش هتكون شنو؟ برضو ستريت ستريت. وهي برضو بي سي والسويتش ستريت لأن البي سي مجموعة والسويتش مجموعة ده توصل بين مجموعات مختلفة ستريت. لكن الوصلة اللي هنا بين السويتش والسويتش كروس اوفر بالضبط دي كروس اوفر. والكيبل اللي هنا بين السويتش والسويتش كروس اوفر كروس اوفر. والكيبل اللي هنا بين السويتش والسويتش برضه كروس اوفر كروس اوفر بالضبط. الناس الجداد يا شباب الناس دي ما هو الناس اللي الأسبوع الفات فاهمين الكلام 100% الناس الجداد هل الكلام واضح؟ نعم قول ثاني. نعم واضح إن شاء الله. ممتاز ممتاز. طيب عندنا هنا هب موصل EC1 EC2 EC3 الكيبل دي اسمها 10 base T أو 100 base TX. نحن لما كنا بنتكلم عن الكوأكسيوم كان 10 base 2 10 base 3 base 5 دي الكوأكسيوم. لكن نحن هنا ما بنتكلم عن كوأكسيوم بين الـ PCs والـ Hub. قلنا الكيبل نوع عشان يا شباب إيثرنت إيثرنت بالضبط. لكن الإيثرنت كيبل الكيبل الأصفر ده ذاته زي ما قلنا فيه أنواع في ستريت وفي كروس أوفر حسب الترتيب بتاع الأسلاك الداخلية. نفس الإيثرنت كيبل ده فيه 10 بيس تي و 100 بيس تي إكس. 10 بيس تي معناه سرعة 10 ميجابت بير سكند وال 100 معناه سرعة كم يا شباب؟ 100 100 ميجابت بير سكند بالضبط. معنى إذن الإيثرنت كيبل أو الكات 5 كيبل اللي هو الرسمة دي موصلين بي سي مع هب دي إيثرنت كيبل. الإيثرنت كيبل والكات 5 كيبل عندهم سرعات مختلفة. ولذلك أنت لما تعمل أوردرين بكيبل لازم تحدد 10 بيس تي ولا 100 بيس تي إكس. 10 بيس تي ده عنده سرعة معينة 100 بيس تي إكس 10 بيس تي سرعته 10 100 بيس تي إكس سرعته 100. لكن الاثنين في النهايه يا شباب هل بنقدر نقول الاثنين هم نفس الايثرنت كيبل ونفس الكات 5 كيبل؟ ايوه
Yes. يعني Ethernet cable until the unshielded cable, Ethernet cable, Cat 5 cable قلنا unshielded twisted pair cable, copper cable دي كلها مسميات RJ45 cable كلها مسميات الإيثرنت كيبل اللي لونه أصفر ده. فزي ما قلنا فيه ستريت وفي كروس أوفر حسب ترتيب الأسلاك الداخلية. كذلك في 10 بيس تي و 100 بيس تي اكس. 10 بيس تي سرعته 10 100 بيس تي اكس سرعته 100. فيا حابب انت كان قلت كان اتكلمت اي قلت فايبر اوبتيك اللي نحن نتكلم عن ال... نتكلم عن الكوبر نتكلم عن الكات 5 نتكلم عن الكات 5 هنتكلم عن الفايبر اوبتيك بعد 10 دقائق تقريبا لكن نتكلم عن الكات 5 معناه احنا يا شباب اتكلمنا عن مجموعتين من الكيبلين المجموعة الأولى اللي هي 10 بس 2 و 10 بس 5 دي كان اسمها شنو يا شباب كوأكسيال ودي ثاني كوأكسيال الكوأكسيال بالضبط المجموعة الأولى 10 بس 2 و 10 بس 5 دي الكوأكسيال كيبلز الكوأكسيال كيبلز دي كنا دي نتورك قديمة مش كده فالليلة الناس شغال بالإنترنت كيبلز اللي هو الكيبل الأصفر ده فالكوأكسيال تكلمنا عنه دي نتورك قديمة النتورك الليلة شغال بالإنترنت كيبل اللي هو زي 10 بيس تي أو 100 بيس تي اكس كلنا شباب 100% لحد هنا يعني معناه نتكلم عن نفس الإنترنت كيبل الأصفر اللي شفناه قبل في الرسمة اللي هو هنا فيه كونكترز فيه RJ45 كونكترز فيه بلاستيك بالأطراف RJ45 connectors الكيبل الأصفر اللي هو قلنا بداخله في تمثيلة شباب ثمانية بالضبط نفس الكيبل ده قد يكون straight وقد يكون crossover حسب الترتيب بتاع الواير داخل الكيبل ونفس الكيبل ده قد يكون 10 بيس تي وقد يكون 100 تي اكس في الحالتين هو نفس الإيثرنت كيبل نفس الكات 5 كيبل الاختلاف في السرعة 10 ولا 100 الفكرة واضحة شباب مش كده فإذا هنا الكيبلز نوع 10 بيس تي معناه السرعة هنا 10 والسرعة هنا 10 والسرعة هنا كم يا شباب؟ 10 بالضبط ففي النتورك دي النتورك اللي فيها هب هل النتورك اللي فيها هب اذا بي سي 1 رستل وبي سي 2 رستل في نفس الوقت ده بنسميه شنو كوليجن اذا بي سي 1 وبي سي 2 رستل في نفس الوقت لان دي اسمها الهاف دوبلكس نتورك الهاف دوبلكس نتورك دي يعني ال 10 بيس 2 وال 10 بيس 5 كانوا هاف دوبلكس بيشتغلوا بالاربع خطوات بتاعت الهاف دوبلكس اي بي سي في 10 بيس 2 او في 10 بيس 5 بيشتغل هاف دوبلكس معناه listen and jam wait عشان نتفادى الكوليجن كذلك النتورك لما يكون فيها هاب يا شباب هل برضه بتشتغل هاف دوبلكس يعني هل برضه البي سي بتلتزم بالاربع خطوات؟ يس Yes. يعني زي ما في الكواكسيال كيبل زي ما في الكواكسيال نتوركس القديمة قلنا الكواكسيال نتوركس القديمة هي هاف دوبلكس معناها البي سي بيلتزم بالأربع خطوات listen send jam wait كذلك في الهب برضو هاف دوبلكس معناها أي بي سي في الهب نتورك يعني بي سي 1 أو بي سي 2 أو بي سي 3 لو داير رسل حيلتزم بالأربع خطوات listen send jam wait لأن إذا في 2 بي سي رسلوا في نفس الوقت قلنا ده حيكون شنو يا شباب one more time كوليجن معناه عشان النتورك تكون شغالة بالطريقة الصحيحة مفروض يكون في أي لحظة في كم بي سي مرتب واحد بس بي سي واحد بالضبط معناه رغم إنه النتورك دي السعة الكلية بتاعتها كم ميجابيت بير سكند عندنا ثلاثة وصلات وكل 30. وصل 10 مفروض 30 النتورك دي السعة بتاعتها 30 ميجابيت بير سكند لكن فعليا عشان نتورك تكون شغاله لازم بي سي واحد يكون مرتب معناها سرعه 10 10 ميجا بير سكند 10 ميجا بير سكند بالضبط
فأنا شباب النتورك دي الكفاءة بتاعتها عالية ولا ما عالية؟ طيب ما عالية بالضبط. فلو جبنا هنا PC4 PC5 PC6 PC7 8 9 10 الكفاءة الكلية تحت النتورك كم حتبقى؟ 100 ميجا هتبقى 100 ميجا بايت. لكن هل ممكن 2 بي جي يرسلوا في نفس الوقت؟ لا معناه برسل في اي لحظه برسل كم بي سي؟ واحد بس. لا معناه السرعه حتكون كم؟ 10 10. معناه رغم انه الكفاءه تحت النتورك 100 لكن اونلي 1 بي سي بيقدر يرسل معناه السرعة حتكون 10. معناه إذا في بي سي واحد مرسل حيكون في كم بي سي منتظرين؟ 9 بالضبط 9. لأن لو في بي سي واحد مرسل حيكون في 9 منتظرين ليه؟ لأن step 1 they listen. لما نلقوا في ذا المرسل ما حيرسلوا، أو حتى إذا رسلوا بيجا في 2 بي سي مرسلين في نفس الوقت يقل إذا مش كده. فلذلك الهب نتورك الكفاءة بتاعتها ما عالية، لأنه لو عندنا 10 بي سي أو 100 بي سي موصلين مع هب only one consent. كلنا يا شباب 100% لحد هنا؟ yes. فليه القصة دي؟ لأنه الهب قلنا الهب يا شباب لما تجيه مسج هل بيقدر يقرأ ويشوفه معنون وين ويرسل في الاتجاه الصحيح، ولا الهب ما بيقدر يقرأ المسج؟ ما بيقدر. الهب ما بيقدر يقرأ المسج، لذلك بيرسل في كل الاتجاهات. فلو بي سي تاني برضو رسل المسج في نفس اللحظة الهب برضو حيرسل في كل الاتجاهات، عشان كده بيحصل كوليجن. فالقصة معناه إذا الهب نتورك في أي وقت بيقدر كم بي سي بيقدر يرسل يا شباب قلنا؟ واحد. الباقين بيكونوا waiting. بالتالي الكفاءة بتاعت الهب نتورك بتكون عالية ولا لو يا شباب؟ لو كفاءة بتكون عالية بالضبط. فالقصة دي بيحلها السويتش، بس هنتكلم عن السويتش. فبدل الهب نجيب سويتش. PC1 PC2 PC3 PC4. السويتش بيقدر يقرا المسج، يعني PC1 لو داير يرسل لو قلنا هنا 10 ميجا بت بير سكند 10 ميجا بت بير سكند 10 ميجا بت بير سكند 10 ميجا بت بير سكند، معناه مستخدمين 10 بيس تي. نحن بنتكلم يا شباب عن كوأكسيال ولا عن ايثرنت كيبل؟ ايثرنت كيبل. ايثرنت كيبل بالضبط. السويتش بيقدر يقرا المسج ويشوفه ماشي وين ويرسل في الاتجاه الصحيح. معناه بي سي 1 ده لو مرسل مسج اكس لبي سي 2 السويتش حيقرا المسج وحيعرف انها ماشيه لبي سي 2 وحيرسلها لبي سي 2. معناه هنا شباب بي سي 3 بي سي 4 مستنيين المسج بيقوا يعني افيلبل ولا ما افيلبل؟ افيلبل بالضبط. لو كان هاب نفس المسج اكس دي السويتش كان حيرسلها وين؟ 3 و 4 و 2 motorized bicycle company. لو كان هاب نفس المسج اكس دي حيرسلها وين؟ 2 و 3 و 4 كل الاتجاهات. معناه حيشغل كل ال الكيبل مش كده؟ بي سي البي سي، وبالتالي ما في بي سي ثاني حيقدر يرسل. لكن السويتش بيجيه مسج اكس بيقراه ماشي لتو برسلها لتو. ففي نفس اللحظه هنا بي سي 3 ممكن يكون مرسل مسج ثانيه لبي سي 4، السويتش حيقراه ويرسلها لبي سي 4. معناه هنا شباب الكفاءه بتاعت النتورك بقت كم؟ 40 عاليه هنا 40 بقت كم؟ يعني انت في كم؟ ال مرسلين كم بي سي؟ الكفاءه التوتال 40 ميجا بت بير سكند. 20 هنا 20 20 ميجا بت بير سكند. ليه؟ لانه بي سي 1 مرسل كم؟
والبي سي الثاني المرسل اللي فيها شباب 3 بي سي 1 مرسل 10 والثاني الثاني مرسلها تو بي سي بي سي 3 بي سي 3 بي سي 3 معناها الكفاءه دي بقت كم يا شباب 20 انا ما بتكلم عن بتاع الكليه تحت النتورك بتكلم عن حاليا النتورك دي فيها 20 ميجا بت بير سكند لان بي سي 1 مرسل 10 وبي سي 3 مرسل 10 معناها الكفاءة زادت ل 20 لكن إذا كان هب كان الكفاءة حتكون كم؟ 10 كان الكفاءة حتكون 10 إذا كان هب طيب إذا كان هب كان الكفاءة حتكون 10 بغض النظر عن في كم بي سي موصلين؟ أيوة نعم بالضبط بالضبط إذا كان هب الكفاءة 10 حتى لو في 10 بي سي أو 100 بي سي الكفاءة 10 لأنه دائما only one PC can send. لكن السويتش بتجيب المسج من 1 بيرسل ال 2 بيقدر ما زي الهب ما بيرسل في كل الاتجاهات ما عدا الاتجاه جات منه السويتش بيقدر يقرا المسج ويرسل المسج محل ما ماشيه فاذا في مسج X جات من PC 1 ماشي ل 2 ل PC 2 السويتش هيقرا يرسل ال 2 في نفس اللحظه PC 3 و 4 available. So PC لو عنده مسج داير يرسله لي Y PC 3 لو عنده مسج داير يرسله لي 4 حيرسله السويتش حيقراي انه ماشي ال 4 حيرسله لي 4 معناها زدنا الكفاءة يا شباب دي تحت النتورك من 10 ل 20 ل 20 ل 20 فدار كل الناس يا شباب تكتب لي في الشات لحد هنا فهموا 100 قبل ما نمشي للموضوع اللي بعده Excellent, excellent, 100%, ممتاز. Excellent يا شباب, excellent, ممتاز. واضح إن الناس كلها يعني 100%, ممتاز جدا يا شباب. ممتاز, excellent. طيب يا شباب, بالنسبة للناس الجداد, هل برضو 100%؟ كلام واضح؟ واضح, واضح. أنا بالنسبة لي. معلش بس أنا تلفوني كان فصل بس النقطة دي ما فهمتها. ال طيب ما هو الكلاس مسجل ممكن انت والله يا جماعه فكره اليوتيوب دي يعني مريحه جدا لان في الكلاس الثاني ثاني تناقشنا اللي زول عنده سؤال زمان الكلاس وهل يسال ولا ما يسال وكده لكن الموضوع في الحله بالتسجيلات بتاعت الكلاس تسجيلات يس ف ايوه فانا برسل الكلاس اللي تكلمت كانت رباب مش كده ايوه نعم حارسه الكلاس يا رباب خلاص تمام شكرا ممتاز بس سؤال هنا اتفضلي وين التسجيلات انا ما النقطه بتاعت التسجيلات وهنا دي ما لي كلاسين ما حضرتهم ما عارفه وين التسجيلات ممكن القاها جروب اليوتيوب برسل لكم اللينك اوكي شكرا برسل اللينك في الجروب بعد الكلاس انا رسلت الثلاث كلاسات الاولى رسلت كم كلاس صوفار الاولى تقريبا في اليوتيوب تلقيها ثلاثه yes. فيديوز وكلاس الليله برضو حرسله اوكي في ثلاثه فيديوز ترسلت الليله حرسل الفيديو الرابع ممكن ترسل لنا اللينك جدا شكرا الله يبارك فيك سؤال أستاذ إيهاب هل السويتش ممكن يحصل فيه كولوجن ولا ما ممكن؟ هنتكلم عن القصة دي أوكي هنتكلم عنها لكن أسه هنا في الرسمة دي هل حصل أي كولوجن بين المسج المرسلة X والمسج المرسلة Y؟ No. لأنه لكن لو كان هب الهب المسج جاي من X حيرسل كل الاتجاهات للمسج الجاي من المسج جاي من 1 اللي هي X الهب حيرسل كل الاتجاهات والمسج الجاي من 3 اللي هي Y كان الهب حيرسل كل الاتجاهات وحيحصل كوليجن لكن لأن السويتش بيقدر يقرأ المسج ويرسله حل ما ماشى أونلي لحد هنا ما في كوليجن يعني بي سي 1 مرسل المسج لي 2 السويتش قراه ماشى لي 2 رسل لي 2 أونلي فبيقول 3 و 4 هناك available ممكن يرسل للبعض فتري مرسل مسج نفس الفكرة سويتش بيقرا وبرسله لفور واضح يا شباب مش كده؟ نعم
بقول لي هنا الكفاءة زادت بقت كم؟ 20 بقت 20 بالضبط. عندنا switch PC1 2 3 4 فنقول PC1 عنده message X داير يرسلها ل 3 Y عنده message أو 2 عنده message Y داير يرسلها ل 3 و PC4 برضو عنده مسج داير يرسلها 3 لـ 3 اللي هي دي لـ Z أو Z. السويتش برضو بيعرف يتعامل مع القصة دي لأنه السويتش عنده ما يسمى بالبفر داخل السويتش فيما يسمى بالبفر. البفر ده يعني مخزن أو مستودع. فالسويتش عنده بفر بيخزن فيه كل المسج اللي بدعيه. فالسويتش هنا جاته المسج ثلاثة جاهزة 3 X Y Z والثلاثة مسج دي جاية من في PC PC 3 الثلاثة مسج دي جاية من في PC صادرة من في PC 1 و 2 و 4 هي من 1 و 2 و 3 و 4 1 و 4 بالضبط. لأنه دي 3 مسج السويتش ما ممكن يرسل أو ما زال يرسل لي 3 في نفس الوقت. السويتش بيكون بخزنها في بفر X Y D بعدها بياخد المسج الأولى X بيرسلها وين يا شباب؟ 3 3 بعد ما تصل أو بعد ما رسلها هياخد المسج الثانية اللي هي Y ورسلها لـ 3 بعد ما ترسلت Y والكابل بين السويتش وبين 3 بيجا available هنقوم ناخد Z Z ونرسلها. فكرة واضحة يا شباب؟ نعم معناه سويتش زاد الكفاءة كم؟ 30 و10 معناها 30 ده 10 وهنا 10 وهنا 10 يعني احنا قلنا شغالين 10 الايثرنت كيبل هو كانت 5 كيبل وسرعته 10 معناه الكفاءة زادت بالسويتش كم يا شباب؟ 30 ميجا بير سكند 30 ميجا بير سكند. إذا ده كان هب كان السرعة حتكون كم؟ 10 لأنه لو كان أكثر من 1 بي سي رسل وكان حيكون كوليجن مش كده؟ صح لأنه في الهب 1 لـ 1 بي سي كان سنت. فهنا 3 بي سي رسل يعني في الإكزامبل قبله 1 مرسل لـ 2 و 3 مرسل لـ 4 دي كانت كفاءة زادت لـ 20 لكن هنا عندنا في الإكزامبل ده ثلاثة PCs 1 و 2 و 4 كلهم مرسلين لي في PC يا شباب 3 بالضبط كلهم مرسلين لي 3 فطالما في ثلاثة messages ماشلي نفس ال PC السويتش عنده بفر مخزن أو مستودع بيخزن الثلاثة messages دي بعدها بياخد الأولى بيرسلها بياخد المسج الأولى X بيرسلها بعدها بياخد المسج البعادة Y بيرسلها بياخد البعادة Z بيرسلها. وقلنا هنا شباب قلنا النتورك بيجت كم أول الكفاءة تحت النتورك بيجت كم 30 بيجت 30 جميل. نحن تكلمنا عن البي سي والراوتر مجموعة والسويتش والهب مجموعة. فعندنا السويتش وبي سي 3 هل في نفس المجموعة ولا في مجموعات مختلفة؟ مجموعات مختلفة مجموعات مختلفة بالضبط. وقلنا الـ PC والراوتر they send في 1 و 2 they receive في 3 6 6 و 3 والسويتش والهب السويتش والهب they send في كم 3 و 6 3 6 و receive في 1 و 2 3 6 و they receive في 1 2 جميل. طيب فعندنا هنا السويتش و PC 3 دي نفس المجموعة ولا مجموعات مختلفة؟ مختلفة 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 مجموعات مختلفة معناها سويتش و بي سي 3 حنوصلهم بستريت ولا كروس اوفر؟ ستريت لانه مختلف ستريت. ايوه معناها هنا الكيبل ستريت. طيب السويتش لما ياخذ المسج دي من السويتش عنده ثلاث مسج في البقر اكس واي دي لما نجي نرسلها للبي سي بنرسلها فيها تو وايرز السويتش
هيرسل الميثود اكس واي زي في اتواير سويتش هيرسلها في 3 و 6. السويتش بيرسل في معناه اكس واي زي ده هتترسل في 3 و 6. وطالما الكيبل ستريت هتصل الاتجاه الثاني وهتصل في 3 في اتواير 3 6 1 و 2 لما هو ستريت ستريت يعني ذا سيم 3 6 يعني البي سي السويتش وبي سي 3 هما مجموعات مختلفه يعني السويتش لمجموعه رايت في مجموعه بالمجموعه دي والبي سي في المجموعه دي مجموعات مختلفه هنوصلهم بستريت فالسويتش لما نيجي يرسل المسجز اكس واي اكس واي زد السويتش لما نيجي يرسلهم نحن عارفين السويتش بيرسل في 3 6 فالسويتش هيرسل هنا في 3 6 مش كده؟ وطالما الكيبل ستريت نفس المسج اكس واي زد هيوصل للبي سي 3 في اتواير نفس الواير 3 6 بالضبط معناها 1 و 2 افيلبل يا شباب يعني ايوه البي سي 3 ده لو داير يرسل في نفس اللحظه بي سي 3 لو داير يرسل هيرسل في كم 1 و 2 وطالما الكيبل ستريت نفس المسج اللي ارسلت في 1 و 2 حتظهر السويتش في كم 1 و 2 حتظهر السويتش في 1 و 2 هل السويتش ديزاين انه يستقبل في 1 و 2 نعم هل السويتش ديزاين انه يستقبل في 1 و 2 يس هل السويتش ديزاين انه يستقبل في 1 و 2 معناه اذا بي سي 3 اثناء ما هو مستلم المسج اكس واي زد من السويتش في 3 6 هل البي سي برضه بيقدر يرسل مسج للسويتش في 1 و 2 نعم يس معناه هنا الكفاءه زادت من 30 زادت في كم 40 ميجا بت بير سكند 40 ليه لانه 1 و 2 و 4 كلهم مرسلين لي بي سي بي 3 1 و 2 و 4 كلهم مرسلين لي بي سي 3 فدي 30 لكن بي سي 3 اثناء ما هو مستلم المسج الجاي من 1 2 4 عبر السويتش او مستلم من السويتش المسج المرسل من 1 2 4 بي سي 3 ذات نفس اللحظه بيقدر يرسل مش كده يا شباب؟ 1 يس يا 1 و 2 بالضبط يعني بي سي 3 هو مستلم مسج اكس واي زد من السويتش لكن في نفس اللحظه هو مرسل برضه مسج في اتوايرز قلنا 1 و 2 طيب دار الناس كلها شباب تكتب في الشات فهم من 100 الجزء عشان نعرف نراجع ولا نواصل طيب ممتاز 100% ممتاز يا شباب 100 excellent ممتاز excellent excellent يا شباب طيب ممتاز ممتاز excellent شايف الناس كلها يعني 100% في زول واحد على ما 100 لكن الفيديو موجود ممكن تحضر الفيديو